اتش نيجاتيف ده الانتيجين موجود هنا ومش موجود هنا، موجود على البوزيتيف مش موجود على النيجاتيف لو افترضنا ان هو يعني الاخضر ده. طب الفصيلة هنا ايه، ايه ولا بي ولا ما نعرفش طبعا، لان هنا الدياجرام ده مورينا الار اتش بس، وقلنا ان هو موجود في 85% من البشر في الصورة دي بصرف النظر عن فصيلتهم. يعني في ناس من الفصيلة A هنلاقيهم positive وناس negative، الأكتر positive طبعا، ناس من ال B هنلاقيهم negative وناس positive وهكذا، ومن ال AO ومن ال AB. تمام. طيب بالنسبة لل antibodies، ما احنا دايما لما بنهتم بالانتيجين أو بالأجلوتينوجين بيبقى يعني بسبب وجود antibody. تمام. في الناس التانيين يعني، لو قلنا ان ده اسمه دي انتيجين زي ما اتفقنا، فالانتيبودي بتاعه اسمه انتي دي. خلاص، فين الانتي دي؟ احنا مش جايبين سيرته هنا ليه؟ تعالوا كده نفكر، هو الانتي دي لو موجود هيبقى موجود في الناس البوزيتيف، يعني الناس البوزيتيف اللي عندهم الدي انتيجين هيبقى عندهم الانتي دي في البلازما بتاعتهم يهاجم نفسهم يعني؟ اكيد لا. طيب تعالوا كده للناس النيجاتيف، الناس النيجاتيف بقى عندهم الانتي دي في البلازما بتاعتهم؟ ما هو الدي ده غريب عنهم، فالانتي دي موجود في البلازما؟ قال لك برضو لا. الله، يعني هو مش موجود لا في دول ولا في دول، امال ايه اهميته؟ اهميته انه قابل للتكوين في دول. يعني الاهميه اصلا في الحالتين اللي لسه هنتكلم في تفاصيلهم دلوقتي، اللي قلنا فيه امبورتنس للار اتش فيهم، اللي هم الاريثروبلاستوز فيتاليس والريبيتد بلاد ترانسفيوجن، في ان الانتي دي ممكن يتكون في الناس دي، بس هما مش مولودين عندهم ولا بيتكون ايرلي ان لايف زي الانتي اي والانتي بي والحاجات التانيه بتاعت باقي البلاد جروبس. لا، ده هو بيتكون، ممكن يعيش حياته ما يكونش انتي دي اصلا. تمام. الشخص النيجاتيف ده ممكن يعيش حياته نيجاتيف، ما عندوش الانتي، ما عندوش الدي انتيجين على ال او اللي هو الاجلوتينوجين يعني على الار بي سيز، وما عندوش الانتي دي في البلازما. طب يعني كده ما فيش مشكله يعني، عادي ممكن ادخل له الار بي سيز اللي شكلها كده، ادخلها له في دمه لانه ما عندوش حاجه تهاجمها. ايوه دي حقيقه، اول مره ممكن، يعني ممكن تدخل اول مره، بس مش يعني مش اقصد ممكن يعني مسموح، اقصد ممكن يعني ينفع، يعني اذا حصلت هتعدي. تمام. بس هتعدي اول مره بس، والفكره انه الموضوع ليه فاكتورز كتير قوي بتحكمه، فعشان كده بيقول لك دايما النيجاتيف بيرسون ما ياخدش بوزيتيف بلاد. يعني لو ده مثلا A نيجاتيف وده A بوزيتيف، ما تدلوش ال A البوزيتيف. تمام. لو اتعرض لحادث ولا اتعرض لحاجه محتاج نقل دم، ما تدلوش بوزيتيف بلاد. ليه ما تدلوش بوزيتيف بلاد؟ لانك لو اديته بوزيتيف بلاد، جهاز المناعه بتاعه هيتفاجئ بانتيجين غريب جدا عنه اول مره يدخل له، ما عندوش انتي بودي ضده، هيبتدي يرتبك وهي هي 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 هيبتدي يعمل تكوين بقى لانتي دي انتي بودي. الموضوع ده بس بياخد وقت شويه، فممكن الار بي سيز دي تعيش في دمه على ما جهاز المناعه يفوق ويبتدي يصنع ويعمل كميات محترمه من الانتي دي، بتكون الار بي سيز دي اصلا عمرها يمكن خلص ولا حاجه، المهم انها ايه، مش هيحصل خطوره منها اول مره تدخل جسمه. بس الفكره انه دلوقتي بقى عنده الانتي دي انتي بودي، وانس بقى عنده انتي دي انتي بودي بقى زي ما هو نيجاتيف، احنا ما غيرناش حاجه، هو نيجاتيف دي الجينات بتاعته، ما عندوش الار اتش على سطح الار بي سيز. بس الفكره دلوقتي ان حصل له حاجه اسمها سنسيتايزيشن، يعني احنا بنعتبر السنسيتايزد ده اتعلم عليه. يعني ايه اتعلم عليه؟ يعني اصبح عنده الانتي دي في البلازما بتاعته، فبالتالي مستحيل يستقبل تاني بوزيتيف بلاد، هيبقى كانه هو ايه وخد بي بلاد. تمام. كارثه طبعا، اخد فصيله تانية لان عنده الانتي بودي اللي هيكسر الار بي سيز اللي داخله، فهتبقى مصيبه. عشان كده بنقول انه الار اتش نيجاتيف بيرسونز صحيح ما عندهمش انتي دي انتي بوديز يعني انيت، يعني مش مولودين بيه ولا ايرلي ان لايف، لكن وارد جدا انه يتكون اذا حصل لهم عمليه السنسيتايزيشن دي. يعني لو الدم ده بالمنظر ده، الار بي سيز اللي فيها البوزيتيف دخلت عليهم، فهي ممكن تدخل عليهم زي ما قلنا من فيرست تايم بلاد ترانسفيوجن. عشان كده بنقول ان الار اتش بلاد جروب مهم في الريبيتد بلاد ترانسفيوجن، ما بنقولش بلاد ترانسفيوجن نسكت، لان بلاد ترانسفيوجن ده معناه ان الكارثه ممكن تحصل من اول مره. تمام. من اول نقل، زي بالظبط البلاد جروبس، البلاد جروبس بنقول بلاد ترانسفيوجن لان من اول نقله هتحصل كارثه، عشان هو عنده بالفعل المضادات للانتيجنز اللي مش عنده، اللي مش بتاعته. خلاص. لكن ده ما عندوش، ده لما يحصل له سنسيتايزيشن هيبتدي يكونها. تمام. فاحنا ايه بقى الفيرست نقل دم هيعمل لي السنسيتايزيشن ده. خلاص. طب هو السنسيتايزيشن ده ممكن يحصل من نقل الدم فقط، ما يحصلش من حاجه تانية؟ لا، هيحصل من حاجه تانية، وهنا تاتي اهميه الحاجه التانية اللي قلنا عليها ليها علاقه بالار اتش، اللي هي البريجننسي والاريثروبلاستوزيس فيتلز. طب تعالوا بقى نفهم القصه مع بعض. لو افترضنا ان في ار اتش نيجاتيف وومن،
اتجوزت ار اتش بوزيتيف مان والست دي حملت بنسبه كبيره جدا جدا هيكون البيبي بتاعها بوزيتيف لان البوزيتيف دوميننت البوزيتيف جين سائد. فطالما واخده البيبي هيبقى واخد من الاب البوزيتيف فغالبا جدا جدا هيطلع بوزيتيف بيبي. تمام. طيب دلوقتي هي في بطنها بوزيتيف بيبي هي نيجاتيف اهي والبيبي بوزيتيف. تمام. البيبيز بوزيتيف بلاد ممكن يدخل دم الام في حالات معينه. هو على فكره معلومه يعني ليكو انه اثناء الحمل دم الام ودم البيبي مفصولين تماما مفيش اي اختلاط ما بينهم. البيبي ما بيديش للام دم والام ما بتديش للبيبي دم. هو فقط عن طريق حاجه اسمها بلاسنتال بارير حاجز في المشيمه بيسمح بس بمرور مثلا الاكسجين والكربون دايوكسيد والجلوكوز من الام للبيبي ياخد احتياجاته ويرمي الويست برودكتس بتاعته اللي هو كونها من كربون دايوكسيد ويوريا ومش عارف ايه لدم الام. تمام. لكن مفيش ار بي سيز بتدخل هنا ولا ار بي سيز بتخرج هنا. احنا مش بنعمل خلطبيطه. ولكن امتى بقى البوزيتيف بلاد بتاع البيبي ده ممكن يدخل دم الام فيعمل لها سنسيتايزيشن لو كانت مش سنسيتايزد قبل كده يعني. تمام. انا هفترض ان هي مش سنسيتايزد هي لسه هي نيجاتيف يعني بورقتها. فالدم بتاع البيبي بيدخل جسم الام عن يعني في لحظه فقط انفصال المشيمه. يعني لو جت تولد او لو حصل لا قدر الله ابورشن اجهاض لاي سبب. تمام. او لو حصل بعض الامراض في البلاسنتا اللي بتخلي البلاسنتا دي اللي هي المشيمه بتخليها تتفصل او تبتدي تتقطع من قبل ميعاد الولاده بتاعه البيبي. ودي طبعا بتبقى اساسا ليها مشاكل اخرى مع البيبي بصرف النظر عن بوزيتيف ونيجاتيف. بس مش مشكلتنا احنا مش دكاتره نساء. لكن دي الحالات اللي ممكن تنفصل فيها المشيمه وبالتالي دم البيبي يدخل جسم الام. طب دلوقتي الام دمها شاف البوزيتيف اللي عمره ما شافه قبل كده فهيبتدي يعمل ايه؟ يحصل له سنسيتايزيشن. لما الام تبقى سنسيتايز هيبتدي جهاز المناعه بتاعها يكون الانتي بوديز اللي ضد البي اللي ضد الدي انا اسفه اللي هي الانتي دي انتي بوديز وهتبقى جاهزه وموجوده في دمها علشان تهاجم اي بوزيتيف بلاد سيلز تدخل جسمها. فالام دي كده بقت سنسيتايزد من البيبي. طب البيبي راح فين؟ الصوره دي كده فين البيبي؟ ما هي ولدت. تمام. ما مش هتجري وراه. الانتي بوديز دي قلنا بتاخد وقت على ما تتكون وقلنا ان دم البيبي ما بيدخلش جسم الام غير وقت الانفصال المشيمي يعني خلاص هو خارج. فهو خارج وساب لها شويه ذكرى كده والذكرى دي ايه علمت عليها. تمام. فخلاص مش هتجري وراه بقى يعني مش هتخرج له حاجه. هو خلاص انفصل وخرج والحمد لله عدت على خير. فاول بيبي ده اللي هو عمل السنسيتايزيشن عمل العمله وهرب. الام السنسيتايزد دي لو حملت ببيبي تاني نيكست بيبي كان ار اتش بوزيتيف. تمام. واحنا قلنا ان مدام جوزها بوزيتيف فهيبقى البيبي ار اتش بوزيتيف بنسبه كبيره. فلو جيت تاني ده ار اتش بوزيتيف الانتي بوديز اللي اتكونت في جسمها في اواخر الحمل كده كده ربنا سبحانه وتعالى بيسمح للمشيمه انها تعدي الانتي بوديز من الام للبيبي كنوع من حمايه البيبي لانه خلاص خارج للدنيا بقى بالبكتيريا اللي فيها بالبلاوي اللي فيها. فمن مصلحته انه ياخد شويه انتي بوديز عشان هو لسه جهاز مناعته ايه مش جاهز لمواجهه ده. فمن ضمن الانتي بوديز اللي بتدخل كل الانتي بوديز اللي حجمها صغير اللي سبحان الله ولا حكمه ربنا اللي يعلمها ان الانتي دي انتي بوديز اللي اتكونت حجمها صغير فبتعدي برضو. فهتدخل للبيبي وتبتدي هي داخله عادي داخله مع بقيه الانتي بوديز اللي داخله جسمه ما كانتش داخله تموته ولا حاجه هي مش داخله بنيه شر. لكن لما دخلت الانتي دي ولقت الانتيجين اللي هي الانتيجين اللي هي اصلا مخلوقه ضده موجود في الار بي سي بتاعت البيبي هي ما بيدها حيله دي متبرمجه هي متبرمجه لما تلاقي الانتي لما تلاقي الانتيجين بتاعها تهاجمه. فهتبتدي تهاجم الار اتش بوزيتيف بيبي الار بي سي بتاعته هتبتدي تتكسر وتتدمر والبيبي ده هو وحظه بقى. ممكن لو الجرعه كانت جامده قوي يموت في بطنها ممكن لو اخف شويه يتولد بالمرض اللي قلنا عليه اللي هو اسمه اريثروبلاستوزيس فيتاليس. ار بي سيز بتتكسر بيبي اصفر جدا مش الصفرة اللي بتيجي للبيبيز من اليوم الثاني او الثالث لا ده هو بيتولد كده بصفره عاليه جدا وار بي سيز تكسير فيها جامد قوي والبيبي بيبقى انيميك وبيبقى عنده مشاكل جامده ويا يعدي يا ما يعديش. الصفرة العالية دي بتأثر على المخ لو عدى ممكن يعدي بمشكلة قوية في المخ تفضل معاه حياته كلها. يعني الموضوع مش سهل الموضوع يعني ما يتعداش كده. طيب
هل ده كده معناه يعني حكم بالإعدام على كل ال following babies بتوع الأم ال Rh negative؟ هنشوف. How to control؟ إيه ده يعني في أمل أهو. أول حاجة إني أحاول أمنع الكارثة. طب هي جت منين الكارثة؟ الكارثة جت من وجود أنتي دي أنتي بودس في جسم الأم النيجاتيف. فانا هحاول امنع تكوين الانتي دي انتي بودز في جسم الام النيجاتيف. طب اسمها ايه الجمله الطويله اللي انا قلتها دي؟ اسمها سنسيتايزيشن. امنع ازاي سنسيتايزيشن؟ اول حاجه اني ما اعرضهاش لحاجه اصلا بعيدا عن الحمل حتى تعمل لها سنسيتايزيشن. يبقى الار اتش نيجاتيف فيميل شود نيفر ريسيف ار اتش بوزيتيف بلاد عشان ما يحصلهاش سنسيتايزيشن. يبقى كده حكمنا على كل الار اتش بوزيتيف بيبيز اللي احتمال يجوا بعد كده انهم يجوا بمشاكل. طيب ما هي ممكن ما يحصلهاش سنسيتايزيشن من نقل الدم، وزي ما قلنا يحصلها سنسيتايزيشن بولاده او ابورشن لار اتش بوزيتيف بيبي. همنعها ازاي دي كمان؟ هقول بلاش تحمل فار اتش بوزيتيف بيبيز، دي مش بايدينا. تمام. ولكن اللي بايدينا ان احنا نحاول نخلي جهاز مناعتها ما ياخدش باله من الار بي سيز البوزيتيف اللي هتدخل جسمها اثناء الولاده او الابورشن، لان زي ما قلنا دي المرحله الوحيده اللي الار بي سيز بتاعه البيبي البوزيتيف هتدخل دمها. فلو فرضنا ان الام لسه مش سنسيتايزد وفعلا منعت نقل الدم اثناء حياتها، ما خدتش بوزيتيف بلاد ترانسفيوجن، اذا هي الحمد لله لسه زي ما قلنا بورقتها كده مش ايه سنسيتايزد، هي نيجاتيف ما عندهاش انتي بوديز. الخوف ان الار بي سيز البوزيتيف اللي هتدخل جسمها هي اللي تعمل لها سنسيتايزيشن. فلو حملت بيبي بوزيتيف هتيجي حضرتك وقت الولاده، مش حضرتك طبعا، الدكتور اللي بيولدها وقت الولاده هيديها حقنه انتي دي انتي بوديز من بره. الله، يعني انا خايفه جسمها يكونها اقوم اديها لها من بره؟ ما انا بديها لها من بره بتكون حاجه زي دواء كده بياخد وقته في جسمها ويروح، مش هيفضل في جهاز مناعتها متكون على طول ويفضل يهاجم لي البيبز اللي بعد كده. انا هديها الحقنه دي من بره علشان ادمر الار بي سيز الغريبه بتاعه البيبي بنفسي بالحقنه دي بدل ما جهاز مناعتها هو اللي يكسرها. طب تفرق معايا في ايه؟ تفرق ان لما انا اللي بكسرها بنفسي بخلص من الار بي سيز من غير ما تعمل لها سنسيتايزيشن، لكن لو سبت جهاز مناعتها هو اللي يتعامل هيحصل السنسيتايزيشن اللي انا خايفه منه. يبقى اذا حقنه بتتاخد لكل الار اتش نيجاتيف فيميلز وقت الولاده علشان تكسر الار اتش بوزيتيف بلاد. طب ودي مفيش منها خطوره على البيبي؟ لا مفيش، عشان البيبي بيكون بالفعل خلاص خارج بيتولد وماشي، مش هيلحق يستقبل اي حاجه من الانتي بوديز دي تعمل له تكسير جوه جسمه. طب هل في خطوره على الام لو انا كسرت الار بي سي دي جوه جسمها؟ لا خالص، الار بي سي دي اصلا كانت كده كده هتتكسر، هي كميتها بتكون قليله وبتحصل مع كل ولاده وكده ولا كده زي ما قلنا هتتكسر، سواء بقى بالانتي دي انتي بودز لو الام اوريدي عندها، باختلاف الفصيله بين الام والبيبي لان ده بيحصل كتير جدا، تبقى الام مثلا او والبيبي بي ولا حاجه. تمام. فكل دي حاجات ايه بتكسر الار بي سي. فيعني اللي اقصده انه حاجه فيزيولوجيه وكانت هتحصل هتحصل. تمام. طب لو البيبي بقى فلت مننا البيبي الاولاني او الام كانت سنسيتايزد والدكتور ما يعرفش او مش ما يعرفش، يعني اقصد انه قبل ما يشوفها يعني، وحملت في بيبي والبيبي ده كان فعلا بوزيتيف وهي كانت سنسيتايزد وهيبتدي يحصل عنده مشاكل. البيبي ده لو اتولد عايش احنا اتفقنا ان اول مشكله انه ممكن اصلا يموت جوه بطنها، فده يعني خلاص بقى ملوش حل لو مات جوه بطنها. لكن لو اتولد عايش بنعمل له حاجه اسمها اكستشينج بلاد ترانسفيوجن، بنبتدي ندي البيبي دون بلاد جروب او نيجاتيف ونسحب من السيركيليشن بتاعته، يعني كاننا بنغسله. الفكره في الموضوع ان انا بس ايه في فتره يعني في المرحله اللي بعد الولاده مباشره اهدي المعركه اللي عماله تحصل دي، فبغسل الدم بتاعه وباخد البلاد اللي جوه اللي فيه خناقات عماله تحصل ما بين الار بي سي بتاعه البيبي والانتي بوديز بتاعه الام، وهديله او نيجاتيف بلاد من بره، عشان طبعا او نيجاتيف عشان يبقى ده اليونيفرسال دونر، اوكي، اللي هو ما عندوش اي مشاكل ضد لا نيجاتيف ولا بوزيتيف ولا اي فصيله، هديله او نيجاتيف بلاد عشان اهدي الدنيا ويعني اعدي مرحله الخطر بس. تمام. طبعا بعد كده هو هيكون عادي، الار بي سيز بتاعته هتتكون بالفصيله اللي هو اصلا جيناته متحدده بيها، الاو نيجاتيف دي مش هتغير فيه هو حاجه، هي بس زي ما قلنا ايه هتهدي المعركه الحاليه. تمام. دي محاوله من الدكتور لانقاذ البيبي من التكسير الشديد اللي بيحصل في الار بي سيز بتاعته. تمام. بره بيولدوا البيبيز بدري شويه لو حصل حاجه زي كده، انه البيبي كان معرض للقشره البطاطس في ثالث،
لان عندهم طبعا حضانات يعني متطوره حبتين ثلاثه، فبيحاولوا يولدوها بدري قبل ما البلاسينتا تسمح بمرور الانتي بوديز عشان يتفادوا عمليه الانكمباتبيليتي دي والايريس بوكسوس في ثالث. لكن يعني هنا الموضوع ده صعب شويه، بس طبعا ايه ساعات الموضوع بيعدي. يعني دي اعراض الارث البطيخ في تارس، ودي قلناها من شويه انه هيبقى عنده سيفير انيميا وجوندس عشان في اكسسيف فورميشن اوف بيليروبين اللي هو الماده الصفراء اللي بتتكون من تكسير الهيموجلوبين، وكنكترس ده المرض اللي بيحصل لما البيليروبين الكتير بسبب تكسير الار بي سيز يعدي البرين بارير ويوصل لخلايا المخ فيدمرها. تمام، ازاي بنتست الار اتش فاكتور؟ نفس فكره البلاد جروبنج، ان انا هحط الانتي دي وهحط عليه نقطه من البلاد. لو البلاد ده بوزيتيف هيتفاعلوا ويعملوا اجلوتينيشن اللي هي برضو التحبيب او الكتل اللي بتتكون، لو نيجاتيف مش هيتكون اي كتل. الاريثروبلاستيس فيتاليس دايما بنتكلم عن السكند بيبي او الفولوينج بيبيز، يعني مش اول حمل. امتى الفيرست بيبي ممكن يتاثر؟ في واحده قلناها كده في وسط الكلام، ان لو الام بالفعل كانت سنسيتايزد من قبل كده بالبريفيوس اوبريشن او بليدنج ديورينج بريجنسي، يعني هو في نفس البيبي دون حصل انفصال بلاسينتا قبل ميعاد الولاده. الريبيتد بلاد ترانسفيوجن بيأثر ازاي في حاله الار اتش؟ زي ما اتفقنا انه لو اتاخد بوزيتيف ترانسفيوجن اول مره هيبتدي يحصل سنسيتايزيشن بتكوين الانتي بوديز، وده هيخلي انه لو تكرر تاني يحصل الهيموليسيس والاجلوتيشن. ملحوظه مهمه اننا ما اتكلمناش خالص عن الاريثروبلاستوس فيتاليس في الاي بي او سيستم، لانها نادره قوي قوي قوي، تكاد تكون يعني بتحصل يعني حالات معدوده في وسط مليارات الولادات، وده لان الانتي بوديز اللي ضد الاي بي او سيستم ما بتعديش البلاسينتا علشان هي من النوع الكبير الحجم اللي هو الام، اما الانتي دي من نوع حجم صغير اللي هو الجي. احنا عندنا الانتي بوديز انواع، تمام، فالاي بي او انتي بوديز اللي هو الانتي اي والانتي بي احجامهم كبيره، فحتى لو الام عندها انتي اي مثلا والبيبي فصلته اي، الانتي اي اللي عند الام مش هيدور البيبي لانه مش هيعديه اصلا. تمام، نتكلم بقى بسرعه كده كلمتين عن البلاد ترانسفيوجن، نقل الدم. ايه الدواعي بتاعته؟ ايه الانديكيشنز اللي تخلي عمليه نقل الدم بنحتاجها؟ اول حاجه تو ريستور هول بلاد، حد نزف مثلا فمحتاج يتعوض بدم، نزف كميه كبيره اكبر من نسب معينه كده من الدم، لان مش كل حد ينزف هنديله نقل دم. تمام، تاني حاجه تو ريستور وان اليمنت، ان انا مش محتاجه اديله الدم بالكامل، لكن هو مثلا في بعض امراض الانيميا بيكسر ار بي سيز، فانا عايزه اديله ار بي سيز مش عايزه اديله دم كامل عشان ما انفخوش، يعني انا هديله دم وبلازما وبتاع فكده بزود الفوليوم. لكن ممكن اكون محتاجه اديله ار بي سيز لو عنده مشكله في الار بي سيز، ممكن اكون محتاجه اديله بليتلتس لو البليتلتس عنده ناقصه، وايت بي سيز، بلازما بروتينز، كلوتنج فاكتورز، كل دي بلاد اليمنتس. تمام، ودي على فكره الاشهر دلوقتي في النقل الا في حالات زي ما قلنا الهيموريدج في الحوادث، لكن حالات الانيميا الحاده ومشاكل التجلط وكده بنديهم فقط الفاكتور اللي هم محتاجينه. تمام، ثالث انديكيشن اللي هو علاج الاريثروبلاستوسيس فيتاليس، زي ما اتفقنا ان انا بعمل اكسشينج بلاد ترانسفيوجن بريبليس البلاد جروب او نيجاتيف للبيبي. عندي بقى شويه بريكوشنز مهمه قوي قبل البلاد ترانسفيوجن ده ما يتعمل. البريكوشنز دي انه البلاد شود بي كومباتبل باي دايركت كروس ماتشنج، يعني ان انا بحط الار بي سيز بتاعه الدونر على بلازما ريسيبيانت علشان اشوف هيهاجمه ولا مش هيهاجمه. لازم يكون فري فروم ديزيز اللي بتتنقل بالبلاد، لازم يكون عنده هاي هيموجلوبين كونتنت، ما ينفعش اخد بلاد من واحد انيميك، يعني هو هيموجلوبينه 9 ولا 8 واخد منه دم اديه لواحد يعني ملوش لازمه، وطبعا اصلا في مشكله للمتبرع. يعني بلاد شود بي فريش المفروض ستورد فور نوت مور ذان 21 يوم. تمام، وده برده ما يعتبرش فريش قوي، بس يعني المهم ان هو ما يعديش 21 يوم، لان بعد كده بيكون الار بي سيز اتكسرت. في طبعا فاكتورز معينه في البلاد ما ينفعش معاها ال 21 يوم، ده لازم البلازما تبقى فريش دلوقتي. تمام، لانها بتتكسر اسرع من كده، لكن دي المده القصوى لحفظ اكياس الدم. لو حصل بقى incompatible blood transfusion لحد اخد فصيله غلط، طبعا هو الكومبليكيشنز عموما بتاعه البلاد ترانسفيوجن مش بس مشاكل الفصائل،
هي ممكن تكون مشاكل انفكشن، لا الامراض يعني وحاجات زي كده. لكن انا يهمني عشان بنشرح الاي بي او سيستم والار اتش اننا نعرف مشاكل الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن. لو حد اخذ دم مش مناسب بيحصل اول ستيب اجلوتينيشن، اللي هي احنا اصلا بنعملها على الشريحه بس عشان نعرف الفصيله. لو الانتي بودي موجود جوه جسم الريسيبيانت والار بي سيز بتاعه الدونر اتهاجمت، هيحصل الستيب دي جوه دم الريسيبيانت، تمام؟ هيحصل جوه جسمه اجلوتينيشن، الحتحته والفتافيت والكلكعه اللي بتحصل على السلايد دي هتحصل جوه جسمه، ودي زي ما قلنا بتحصل ما بين الدونرز ار بي سيز والريسيبيانت انتي بوديز. فبصوا الار بي سيز كتلت ازاي، التكتلات دي بتقفل الاوعيه الدمويه وبالتالي بتعمل الم شديد وممكن تعمل جلطات صغيره او يعني انسدادات صغيره في الاوعيه الدمويه في المخ في القلب، هو ونصيبه بقى. دي امثله البين اللي بيحصل، بين ان ذا جوينتس، الام في المفاصل، الام رهيبه، وانجينا اللي هي الكاردياك بين، الم زي الذبحه كده. بعد كده بعد الاجلوتينيشن دون بيحصل هيموليسيس، بتبتدي الار بي سيز بقى نكسرها، هي الار بي سيز اللي اتلزقت دي هي الار بي سيز بتاعت الدونر، تمام، اللي دخلت الجسم وهي غريبه، فابتدت تتكتل وتعمل مشاكل وبعد كده هتتكسر. طب ما تتكسر، انا مش عايزها قوي يعني، انا كنت محتاجها عشان تصلح مشكله. المصيبه السوداء انها لما بتتكسر جوه جسم العيان بتطلع بقى حاجات جميله جدا، بتطلع هيستامين، وده بيعمل فازو دايلاتيشن، بيوسع الاوعيه الدمويه في الجسم كله فيقلل الارتيريال بلاد بريشر ويحصل هبوط شديد في الدوره الدمويه، شوك. بتطلع بوتاسيوم، لان طبعا اي خلايا البوتاسيوم فيها نسبته عاليه، فطبعا لما يطلع كميات كبيره من البوتاسيوم ده يعمل هايبركاليميا، ودي تؤدي لكاردياك اريثميز. طبعا الشوك بتموت لوحدها والهايبركاليميا تموت لوحدها بالاريثميز اللي بتعملها. يحصل هيموليتك جوندس طبعا، لانه هيحصل ريليس لكميات كبيره من الهيموجلوبين وده بيعمل صبغه صفراء عاليه في الجسم. بس لو سن كبير مش هيحصل كرونكترس ولا حاجه، لكن احد الاعراض الهيموجلوبين اللي خرج دون بيحصل له فلتريشن في الجلوميرولار بتاعه الكلى ويعمل بلوكج للرينال تيبيول، يقفل الرينال تيبيول وده بيعمل رينال فيلير. يعني العيان ممكن يموت من الشوك، ما ماتش من الشوك، عنده الهايبركاليميا، عنده كمان الرينال فيلير، يعني عنده بدل سبب واحد للموت عنده ثلاثه اربعه. فطبعا العمليه بتبقى فيتال لما بيحصل انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن. احنا كده خلصنا البلاد جروبس والار اتش واهميتهم واستخداماتهم، واتكلمنا عن البلاد ترانسفيوجن انديكيشنز وبريكوشنز، ونتقابل المره الجايه ان شاء الله. سلام عليكم.